إذا أهلا وسهلا متابعينا الكرام في هذا البث المباشر هنا مباشرة من السوق المركزي بمدينة تطوان بعد أسبوع ونصف من الغياب. هم متابعينا الكرام التجار ديال السمك يعودون إلى مزاولة تجارتهم متابعينا الكرام والعودة الأسماك إلى أسواق الحمامة البيضاء. إذن متابعينا الكرام متابعي قناة شوف تيفي قناة الشعب معروف على أهل مدينة تطوان وكذلك التجار ديال السمك والباعة ديال السمك بالتقسيط متابعينا الكرام أنهم كياخذوا تقريبا جوج ديال الأسابيع متابعينا الكرام ديال الراحة، ولكن تزامنا مع عطلة ديال الصيف والزوار اللي كيجيو لمدينة تطوان فالناس اللي كتبيع الحوت بالتقسيط متابعينا الكرام فهم رجعوا لمزاولة النشاط ديالهم بعد أسبوعين ونصف من الغياب بسبب احتفالهم بعيد الأضحى السعيد متابعينا الكرام. إذن هذه الأجواء وهكذا تبدو مدينة تطوان وهكذا تبدو أسواق الحمامة البيضاء. هذا هو الأنواع ديال الأسماك اللي كاينه هنا بمدينة تطوان، هذا هو الحبار أو الكرمال كما كيقولوا له أهل مدينة تطوان متابعينا الكرام، والثمن ديالو فهو داير 140 درهم في أسواق الحمامة البيضاء. بالنسبة للشراء المتابعين الكرام أو الشطون عفوا ديال العرايش فهو داير 30 درهم متابعين الكرام. بالنسبة للكروفيت أو الجامبا فهي دايرة 60 درهم متابعين الكرام متابعي قناة شوف تيفي قناة الشعب. كما كتشاهدوا فالكروفيت أو الجامبا الحمد لله فهي الجامبا غليطة متابعين الكرام من النوع اللي هو غليط. بالنسبة للشرال فهو داير 30 درهم متابعينا الكرام. الشرال ديال الريحاني ديال البلاد متابعينا الكرام، كنقولوا ديال البلاد كنقولوا ديال الليبانتي ديال الشمال خصوصا الرينكون وباقي الشواطئ الساحلية على مستوى البحر الأبيض المتوسط انطلاقا من الجبهة وصولا إلى بليونش متابعينا الكرام. إذا المتتبع قناة شوف تيفي قناة الشعب كما قلنا من بعد أسبوع من الانتظار هما تجار السمك يعودون إلى مزاولة مهامهم من بعد ما كانوا غايبين تقريبا هذه أسبوع ونصف على العمل ديالهم. نتمنى لهم التوفيق ونتمنى لهم النجاح إن شاء الله. يا الكروبيت متابعينا الكرام كما قلنا متابعينا الكرام فالشطون فهو داير 30 درهم على أسواق الحمامة البيضاء كما كتشاهدوا. بالنسبة للكروبيت أو الحبار فهو داير 140 درهم. بالنسبة للكروبيت أو الجامبا كما يحمل لأهل تطوان تسميتها 60 درهم. بالنسبة للشراء المتابعين الكرام فهو داير 30 درهم كما قلنا هنا في أسواق الحمامة البيضاء، يعني الشطون والشراء هذا العام
عفوا فالصبيحة تاع اليوم في المديرية 30 درهم هذه يلا الكامبا أو كروفيت هي دايرة 60 درهم يعني الخيرات ديال بلادنا متابعينا الكرام ديال الشواطئ ديالنا. هذا هو الكرمال اللي داير 140 درهم في أسواق الحمامة الضيق. هذا هو الشطون اللي داير 30 درهم في أسواق الحمامة البيضاء متابعين. كما قلنا متابعينا الكرام فمن بعد أسبوع ونصف من الغياب ها هم تجار السوق المركزية يعودون إلى هذا السوق لممارسة النشاط ديالهم وممارسة التجارة ديالهم بالإشارة إن شاء الله خلال الفترة ديال الصيف أن الناس تعود يعود الرواج لهم كما كان سابقا متابعينا الكرام متابعينا التي يحتفظون بها. كما قلنا فالخيرات ديال بلادنا فهي موجودة الأنواع ديال الأسماك هما موجودين متابعينا الكرام بالمختلف ديال الأنواع ديالهم فالشرال داير 30 درهم شطون 30 درهم كروبيت أو الكامبا 60 درهم الكرمال أو الحبار 140 درهم وباقي الأنواع الأخرى متابعينا الكرام متابعي قناة شوك تيفي فلاش. هو النوع ديال الشطون اللي كاين في السوق الحمامة البيضاء اللي كيدير 30 درهم متابعينا الكرام كما قلنا على مختلف الاسواق اذا ما بقيت شي حاجه نتمنى ان نكون وفقنا من خلال هذا البث المباشر دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.